كارلوس كيروش فاسكو دا جاما جديد يوجه منظاره نحو إفريقيا. طالما اشتهرت البرتغال بكونها أرض المستكشفين للأراضي الجديدة، في العصر الحديث بقت البرتغال أشهر بتصديرها لمدربين كرة القدم الناجحين حول العالم. أسامي كتير على رأسها جوزيه مورينيو حلوا محل المستكشفين وبقوا أهم سفراء للبرتغال. في مصر ذكرياتنا رائعة مع المدربين البرتغاليين زي مانويل جوزيه وجوزفالدو فيريرا. وعلى خطاهم بيحاول يمشي كارلوس كيروش صاحب الخبرة العريضة في أوروبا وأسيا كمستكشف جديد في أراضي إفريقيا. كيروش اتولد في دولة موزمبيق، وربما ده منعه من أنه يكون له مسيرة محترمة كلاعب، ولكن كمدرب كان واضح أن كيروش هيكون ذو بصمة في عالم كرة القدم. بعدما رجع البرتغال التحق بفريق أشتوريل برايا كمساعد مدرب، وتدرج لحد ما بقى مدرب منتخب الشباب. منتخب الشباب ده ضم جيل ذهبي فيه لاعبين زي لويس فيجو وروي كوستا. كيروش فاز بكأس العالم تحت 20 سنة مرتين مع البرتغال في 1989 و1991. نجاحات كيروش كانت كفيلة بأنه يتولى تدريب منتخب البرتغال الأول، لكن مع منتخب البحارة كيروش ما حققش أي نجاحات وما صعدش ليورو 1992 أو كأس العالم 1994. بعد تجارب كتير ما نجحتش في البرتغال وأمريكا واليابان، رجع كيروش لتدريب المنتخبات. ابتدى مع منتخب الإمارات ونجح مع منتخب جنوب إفريقيا للتأهل لكأس العالم 2002، لكن الخلافات مع اتحاد الكرة هناك أجبرته على الرحيل. نقطة التحول في مسيرة كيروش كانت في موسم 2002-2003. ستيف ماكلارين رحل عن جهاز السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد. اختار فيرجسون كيروش انه يكون مساعده في الموسم ده اللي يونايتد كسب فيه الدوري. بعد نهاية الموسم انتقل كيروش لتحدي كبير وهو تدريب ريال مدريد. فلورنتينو بيريز كون فريق الجلاكتيكوس بانضمام ديفيد بيكهام لزيدان وفيجو ورونالدو وروبرتو كارلوس. كيروش دفع ثمن غياب لاعب وسط مدافع بعد رحيل ماكاليلي وأنهى الموسم في المركز الرابع. بعد الموسم ده رجع كيروش لأحضان فيرجسون وعملوا مع بعض 4 مواسم ناجحة جدا في مانشستر يونايتد قبل أن يقرر كيروش أنه يرجع لمنصب الرجل الأول. رجع كيروش لتدريب البرتغال ولكنه ما حققش نجاح يذكر في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. لكن بعد كده وجه كيروش منظاره ناحية أسيا وتولى تدريب منتخب إيران وقاده للصعود لمونديال 2014. نجاح كيروش الكبير كان في استمرار نهضة إيران وقيادتها للتأهل لمونديال 2018. وفي روسيا قدم كيروش ومنتخب إيران أداء كبير وخرج من الدور الأول من مجموعة الموت بفارق نقطة واحدة عن البرتغال. بعد رحيله من إيران اتجه كيروش لكولومبيا وهناك محققش نجاح كبير قبل ما يرحل، وتولى بعدها كيروش تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري. كيروش نجح في تحديه الأول وصعد بمنتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، واستغل كأس العرب لتجربة عدد كبير من العناصر. تجربة كيروش مع منتخب مصر تميزت بقرارات كتيرة جدلية، أولهم كان استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من أول معسكر، وبعدها عدم ضم طارق حامد اللي ما خرجش من قائمة المنتخب من 2015 في كأس العرب. ولكن حتى الآن كيروش نجح في كل الاختبارات مع منتخب مصر، فهل ينجح في إعادة استكشاف إفريقيا للمرة الأولى بعد الثلاثية التاريخية مع حسن شحاتة؟